تفضل سيدي الولي، اليوم أعطى إشارة تنصيب الريتل المتنقل لولاد إليزي اللي راح يدخل في حيز الخدمة ابتداء من 1 فتح جويلية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، هي حملة مكافحة الحرائق، ورانا مجندين في هذه المدة بتعداد 50 فرد من ضباط وصف ضباط وأعوان، 6 شاحنات من الوزن الخفيف، شاحنتين من الوزن الثقيل، وسيارة اتصال، سيارة إسعاف، وشاحنة لنقل المستخدمين.